بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله برقية تعزية ومواساة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أهل المملكة العربية السعودية الشقيقة عرب جلالته فيها عن خالص تعزيه وصادق مواساته بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبد العزيز آل سعود سائلا جلالته الله عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته. كما بعث حضره صاحب الجلاله عاهل البلاد المفدى برقيه تعزيه ومواساه مماثله الى اخيه صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكه العربيه السعوديه الشقيقه ضمنها جلالته خالص تعازيه ومواساته بوفاه الفقيد الراحل.